تم تبليغنا بوقوع حادث مركبة في أحد السور التابعة إلى مديرية بلدية البصرة. سارعت مديريتنا بكافة آلياتها وكوادرها البشرية لغرض فتح الطريق بالسرعة الممكنة، ولم تطول العملية أكثر من ما يقارب ساعة واحدة. تم رفع الجسر المحطم والحمد لله، هم فقط أنه ما صارت عندنا ضحايا بشرية. الضحايا المادية ممكن أن تعالج، ولكن الضحايا البشرية لا يمكن معالجتها. وانفتح الشارع وكان